تعمل شير سكرين مش من دولة الابلكيشن، بعتقد بيمشي الحال. في حدا معنا هون عم بيحضرنا من لبنان شي؟ أو عم بيسمعنا من لبنان؟ ايه، في من لبنان؟ إذا في حدا من لبنان والإنترنت عنده بطيئة، في بعتوا لينك للبرزنتيشن مش هنقدر نتابع معنا. اوكي يا ريت تمام. تحط، إذا في مجال حط اللينك على الديسكربشن أنا بالأخير تمام. إيه بالأخير أنا فيك تحطه بالشات. اوكي خلينا نشوف كيف عشان انا حاطه برايفت بس فيصل، فينا نعمل ريكوردينج لهالسيشن هيدي؟ عندك مشكلة؟ لا لا أنا ما عندي مشكلة، دوماج يعني ما عندي كاميرا مشان لا، هيك ديجا نتكلم انا عم معاه. بعمل انريجسترومون. طيب الريكوردينج احسن بحس. طيب يلا، هيدا اللينك على الفايل فيصل. هلا هذا اللينك اللي بعثت لكم اياه، هو انا حاطط البرزنتيشن على الجيت لاب. اوكي هونيك مثل انا فيكم تشوفوها. هلا البرزنتيشن اللي عم تشوفوها هون هو مش على جيت لاب، هو شيء لوكال عندي انا على اللابتوب. فعلى جيت لاب امرار الصور بيصيروا هيك شوي كتير كبار، بس مش مشكله انه بتضل واضحه البرزنتيشن. فتح شي اللينك عندكم؟ انا فتحت اللينك ظبط اوكي صح، وفي يعني كان في نفس المعلومات بس مش كبرزنتيشن. هاي نعم نفس المعلومات اللي بالبرزنتيشن ايه بس نفس نفس ال نفس المعلومات. حدا منكم شغل على جيت من قبل؟ انا عندي تلميذي بيتعلم وبيعملوا بروجي على البيت، اوكي فبس علي بدي انزل البرنامج وبعده اعمل تشيك اذا شغلي صح ولا لا. اكثر من اوكي هيك ما لي في التفاصيل، او اذا في كود نجيبه على الانترنت. اوكي اوكي طبعا في اجوبه عم تصير على بالدسكشن لسؤالك بالنسبه لموضوع الديب والجيت اوكي هاب. بس انا اوكي اوكي حسكر واترك لك الحكي كله اوكي عليك بالشرح. فيك تبلش تحكي لنا عن حالك، شو اوكي مين فيصل ولا شو هالجلسه هيدي بالاول؟ اوكي اوكي يلا كمل لك. يلا بس يا خليني انا اشوف هيدي كيف اعمل ماكسيمايزيشن. عم شوف عندي البرزنتيشن كثير منيحه فيصل. ايه اوكي تمام. تمام. بس كيف برجع ابين الزوم؟ سوري بس عم فتش على الزوم.
اوكي كلكم معي؟ اوكي اللي ما بيعرفني انا فيصل، شو بشتغل؟ انا هلا داتا انجينير بشتغل ريموتلي لشركه اسمها بلومنت بلبنان. مسؤوليتي انا اكثر شيء هي جيت اوبس وكل شيء خاصه بالانفراستراكشر، واعمل بتكون انفراستراكشر للبنوك ليقدروا يعملوا عليها تيستينج ومونيتورينج لكل البرودكت تبعهم. اليوم رح نحكي عن الفيرجن كنترول سيستمز، وقد ما في رح تكون رح خلي السيشن تكون انتراكتيف، يعني ما تخلوني انا لحالي احكي، دائما ناقشوني او ما عندي مشكله اذا انتم عندكم شيء براسكم بدكم تجربوه اعتبروا انه انا ايديكم على اللابتوب. اوكي الو اوكي عادي عادي فيكم تحكوا، ما ضروري انا بس دائما احكي، يعني خليها تكون الدسكشن كثير هيك انتراكتيف ولا يهمك. بس يكون عندنا سؤال دغري حنسال. اوكي حدا منكم قبل شغل على الفيرجن كنترول سيستمز؟ مش ضروري جيت، حيلا شيء اسمه فيرجن كنترول سيستم، بتعرفوا شو يعني؟ هلا من اسمه شوي متوقعت شو يعني، بس اذا فينا ناخذ ديفينيشن صغيره بيكون تمام. اوكي الفيرجن كنترول سيستمز اذا بدكم هن سيستمز بيعملوا تراكينج لكل شيء ديفلوبمنت، او بيسهلوا الكولابوريشن بين التيمز، ومش بس فيكم تستعملون للكودينج، فيكم تكونوا اكثر كرياتيف وتروحوا ابعد من هيك وتعملوا كاستمايزيشن للمانجمنت. يعني الطريقه انه تكون حتى الانترنال مانجمنت للشركه كثير مسهله، انه كل ما كانت حياه الديفلوبر مسهله كل ما كان عنده برودكت، كل ما كان برودكتيف اكثر. مش بس هيك، هلا صار في كثير بلوج انز، فبطلت قصه بس مانجينج كود او تراكينج ذا كود، صارت الامور ابعد بكثير من هيك. هلا رح نشوف بعد شوي. اجمالا في عندنا نوعين نحن فيرجن كنترول سيستمز، عندنا شيء اسمه سنترلايزد اللي هو اذا بدكم كان اكثر شيء مستعمل من 15 سنه، هو مثل ما بيقول اسمه سنترلايزد، يعني عندنا اذا بدكم الكود او كل شيء، كل برودكت تبع الشركه البرودكت او بدكم السوفت وير بيكون موجود على سيرفر واحد، وهذا السيرفر كونكتد لكذا يوزر او كذا ديفلوبر. فهو هون القصه انه كيف بدنا ديفلوبر يعملوا ديفلوبمنت للبرودكت بلا ما يكون الشغل تبعهم عم بفوت ببعضه او عم بيكون في كونفليكت بالشغل، ولانه امرا بيكون عم تشتغل على كذا فيتشر بقلب البرودكت، في فيتشر بتعلق عليها، فما بدك توقف البرودكشن تبع كل البرودكت. بيهم كثير انه تكون العمليه اذا بدكم تفكروا فيها مثل بالمصنع، كيف الشان لازم تكون كلها ماشيه بطريقه متناسبه. ففي هذا الشيء اسمه centralized version control systems، اللي هو اذا بدكم اكثر شيء هن اكثر ثلاثه برودكت هن بيزد على الشيء centralized، هن SVN Perforce و CVS. اوكي عندكم شيء هيك تعليق عن centralized؟ لانه نحن بعد centralized كل شغلنا رح يكون على decentralized. يعني جيت هاب فور اكزامبل هو فيرجن كنترول سيستم. ايه جيت هو one of the products موجودين بالسوق اللي بيعملوا مانجمنت للفلو اوف ورك، بيعملوا يعني هلا هن مش بس سايت مانجمنت، سايت كمان بيقدروا يعملوا ديبلويمنت لقصص على الكلاود، يخلقوا انفراستراكشر، يعني كل شيء اوتوميشن اذا بدكم صار انتجريتد بجيت. نخفف قد ما فينا الهيومن انتراكشن مع السوفت وير او مع البرودكت، لانه الهيومن هو اذا بدكم هيز برون تو ايرور اكثر من الماشين. فقد ما فينا نجرب نعمل اوتوميشن، نجرب نعمل ناخذ نخلي اذا بدكم الماشين هي تشتغل هالامور. الديسنترلايزد فيرجن كنترول سيستم هو مثل ما بيقول اسمه، هو عكس السنترلايزد فيرجن كنترول سيستم. عندكم ريبوزيتوري بس الكولابوريتور فيهم يشتغلوا اذا بدكم حتى على البرانشز او على البارتي اللي هن عم يشتغلوا عليها، يعني في كولابوريشن حتى يعني تحت الروت،
في عندكم نسبتكم ليفل الروت اللي هو اعلى شيء مطرح ما بيكون محطوط الكود الاساسي، بيرجع عندكم الكولابوريتور اللي هن بياخذوا كوبي من هيدي الروت وفيهم يعني يتعاملوا مع بعض بطريقه كثير سهله وكثير سريعه. السبب انه وجد الديسنترلايزد فيرجن كنترول سيستم هو انه اذا بدكم اللينكس كيرنل، حدا بيعرف شو يعني كيرنل؟ هو البيز تاع اللينكس سيستم، يعني هو الاصل تاعه وعلى وعليه بنبني اذا بدنا اشياء ثانيه بالاوبريتنج سيستم مثل اللينكس بنتو بنتو او سنت او اس او شيء. اوكي مبنيين على كيرنل ماينر. إذا بدك هو الكيرنل هو الكوش اللي بتيجي بين الهاردوير وبين السوفت وير، والمشي هي إذا بدكم هي بتعمل مانج لكل شيء، باكجز بقلب السيستم، بتعمل كمان باكجز لللوجز بقلب السيستم اكسترا، يعني عندها كثير ادوار، هي شيء كثير اساسي بقلب الاوبريتنج سيستم. اوكي الحلو كمان بالديسنترلايز، ليش انه هلا الناس كمان كثير انه تلجأ للديسنترلايز، لأنه الديسنترلايز ساعات اللي بدك فيك كمان تقلبه سنترال، سنترلايز تخلق انه بتعمل شيء ثابت اللي هو الروت ريبوزيتوري، فيك ترجع تعمل كوبي للطريقه اللي بيشتغل فيها الديسنترلايز. اوكي نوجد الديسنترلايز فيرجن كنترول سيستم بسبب انه الكيرنل تبع لينكس كان يستعمل شيء اسمه بيت كيبر. هيدا البيت كيبر كمان كان فيرجن كنترول سيستم، كان موجود وكان اوبن اذا بدكم للكل، بس صاحب هيدا البرودكت سحبه من السوق لانه في شخص جرب يعمل ريفرس انجينيرنج، يعني جرب يكتشف كيف بيشتغل هيدا البرودكت مشان يعمل له ايميتيشن ويعمله هو، يعني مثل بتصير كثير هي بالماركت انه حدا بيسرق البرودكت تبع ثاني بس لانه غير له، انه ياخذ الالغوريثم اذا بدكم. اوكي فال سؤال بسيط. اوكي سوري الكيرنل بما انه مثل ما فهمت هو بين الابلكيشن والهاردوير، يعني ما بعرف اذا السؤال شوي غبي بس هو مسؤول عن الترانسليشن من اللانجويجز يلي بنكتب فيها البروجرامينج لانجويجز للباينري او لا؟ اذا بدك هو الكيرنل هو بعد لوست ليفل يعني بين الهاردوير والسوفتوير، يعني اجمالا انت بس اللونجاج، انت بس تكتب لونج او تكتب سكريبت، في كومبايلر لهيدا اللونج، كومبايلر بحوله لباينري بيرجع بالكيرنل او حيلا شيء بيتصرف فيه. الكيرنل هو اذا بدك هو شيء كثير يعني بانيفو، قليل ما انت تعمل ما هو الا اذا انت عم تعمل ديفلوبمنت لكيرنل او هاردوير او اكسترا. هو الكيرنل المفروض مسؤول عن إدارة كل البروسيس زي ما نسميها تاع الأوبريتنج سيستم والبرامج، كل البرامج اللي فيه. مظبوط. حتى الأوبريتنج سيستم بحد ذاته هو مدار بالكيرنل، الكيرنل هو اللي بيديره. هو شيء كتير دقيق ومعقد إذا بتكون أنا مش اختصاصي ديفلوبمنت كيرنل أو لينكس، بس اللي صاحب فكرة الديسنترلايزد هو إذا بتكون لقى صعوبة إنه يتخطوا قصة بيت كيبر، وهن بحاجة لهيدا الشيء لأنه أنتوا بس يكون عندكم فيرجن كنترول سيستم، في شيء اسمه فيرجن، أنتوا السيستم عندكم دائما عنده في فيرجن في أبديت، طب أنتوا كيف تعملوا أبديت ماسيف سكيل؟ بدكم شيء إذا بدكم ديسنترلايز شيء بطريقة بيسهل هيدا العمل، ف كان وجد قصة هيدا الديسنترلايز. جيت وميركوريال هن وجدوا بنفس الوقت تقريبا وبسبب بنفس الاسباب، والحلو فيهم انه هول كلهم كثير سريعين، وهلا رح نشوف يعني رح يبين معنا قد ايه سريعين وقد ايه الفرق. حدا بيعرف منكم شو يعني جيت؟ الترم تبع الوورد شو يعني جيت؟ قبل الجيت شوف في سؤال بالشات، شو الفرق بين الcentralized VSC والبو بالبايثون؟ مش ما عم بقدر اشوف الكونفرسيشن. ايه قريت لك السؤال اذا بدك. شو الفرق بين VSC والبو بالبايثون؟
Can I read this one, Zainab, please? إذا بدك أنت ما صراحة هو السؤال شوي different، يعني ما كتير إلهم علاقة بعتقد ببعض. أبدا ما لنا عليه الوقت. إيه، لأنه إذا بدك الـ PO هو methodology of programming، أو إذا بدك concept of programming. الـ VCS هو أكثر، هو management أكثر، لل collaboration to host to create pipeline to etc. في فرق كتير كبير بين هو اثنين. إذا بدك أنت فيك تستعمل الـ PO بـ Python لتخلق شيء مثل Git، أو مثل لتخلق أنت VCS. ما أعرف إذا كان جوابي واضح أو طيب. إذا نرجع على الديفينيشن تبعت الفيرجن البي سي اس، إنه أنا في عندي برنامج عم بحاول أعمل جيستيون للمانجمنت مانجينج للفيرجن تاعي، هل البرنامج تاعي فيني انا استخدم الكونسيبت تاع البي او او تعامله، فيني اعمله بالطريقه القديمه تاع الستراكشر بروجرامينج؟ فاذا هون نلاقي في فرق، ما خصهم يعني، عندي بي سي اس وعندي بروجرامينج يا بي او 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 ميثود كلاسيك، ولا هون نلاقي الفرق بين البي سي اس والبي او يلي هو ضمن البروجرامينج، طريقه البروجرامينج. مظبوط اوكي مظبوط. والحلو بقصة الديسنترلايز هو كمان من الادفانتج تبعها، انه انت ما فيك تكون منك كونكتد، فيك تكون مطرح ما بدك تشتغل تعمل كوميت للشينجز تبعك، بس تصير كونكتد تعمل بوش للشيء الاساسي، للشيء اللي هو سنترلايز، للريبوزيتوري الاساسي. هلا هو شوي رح تكون هيك بالاول بين ابستراكت، بس نعمل كذا اكزامبل بصير يبين معنا انه شو الفرق، شو هو البوش وريتريف. في ناس يمكن بعد ما عندها ما عارفه شو يعني تراكنج للكودينج او ديبلويمنت، يعني تراكنج لكل شيء خاصه بالديبلويمنت تبع السوفت وير. اوكي، برجع على سؤالي، حدا منكم بيعرف شو الديفينيشن تبع جيت؟ شو هي جيت؟ I suppose أن I stands for information but I have no idea. بس عم حاول. جيت هو إذا بدكم بالسلانج البريتش، بريتش سلانج، يعني هو لغة الشارع، هو unpleasant person. السبب إنه هو unpleasant person، سموه هيك unpleasant person لأنه اللي اخترعه هو يعني إذا بدكم role model technical لكتير عالم، هو لينوس تورفالد اللي اخترع لينوكس. فهو معروف عن حاله انه قد ايه هو كثير ايجوي، وقد ايه بيحب هيك شوي يكون ذا جاد اوف تكنيكال، فمنشان هيك اجت التسميه تبع جيت. وجيت مكتوب ب سي وشال بير وتيكل. اذا حدا بيحب يعمل مثلا ديفلوبمنت او كونتريبيوشن، كثير مهم تفهموا الداتا ستراكشر تبع جيت وكيف هو معمول. اذا بدكم انتم مثلا تعملوا كونتريبيوشن او تعملوا ترجعوا تبنوا اون توب اوف جيت كاستمايزيشن لجيت. اوكي، اذا بدكم كمان تفكروا بجيت هو مثل فيري لو انجن، مثل موتور كي بو. اذا بدكم بتحكم بكل شيء خاصه بالفايل سيستم او بالجيت ريبوزيتوري اللي بدك تشتغل عليه. اوكي، حدا عنده سؤال؟ واذا بدنا نفكر اكثر بجيت كيف هو، اذا بدكم هو كمان ميني فايل سيستم، يعني ميني فايل سيستم تو مانج اذر فايل سيستم. يعني الكمبيوتر نحن بس بدنا نشتغل، بدكم تشوفوا انه هلا كل شيء جيت بيتعامل معه هو فايلز، وهو كل شيء مثلا تعمله كوميت او برانش او اد، اللي هو الاوبريشنز اللي بعدين بدنا نشوفهم، هول كلهم بيكونوا اذا بدكم ستوكيد اون دي فيشي دون لو سيستم. اوكي، هلا انا اوكي الو لا انه مينلي تراكنج لا تشينجز بالكود مثلا ولا لا كيف الو مش من خلاله بتعمل تراك لك changes بالكود؟ بلا، من خلاله بتعمل تراك لش انا هيك بستعمله يعني ما انت بتعمل change بالكود، بس انت انا بحيك بس قلك mini file system.
انا بحكيك على الانفراستراكشر، هو كيف مبني، كيف بيعمل هيدي الامور. بهم تفهم كيف الستراكشر فايل تبعه. في عندك فايلات هلا بدنا نشوف هي سبيسيفيك لجيت، وفيك انت مثلا تقرا بقلب الانفورميشن. يعني انت الجيت كوماند لاين هلا بتشوف انت اللي بتكبر بالجيت كوماند لاين لتعمل انت الكود تبعك بوش وكوميت وهيك، هو اللي مكتوبين بفايلات، هو بيروح بفتش عليهم بيرجع بيقرا لك اياهم بيتحكم فيهم. اوكي، هيدا اذا بدك هو كيف بيشتغل، غير قصه التراكينج. يعني عن طريق هالشيء بيعمل تراكينج للكود. ايه لاين باي لاين او وورد باي وورد او شيء. ايه باي فايل. اوكي. اوكي. هلا انا بما انه ما بدي ارجع كنت شيل كل الكونفيجريشن فايل اللي انا مظبطهم للجيت تبعي، قررت اشتغل جيت اذا بدكم على دوكر او على فيرتشوال ماشين. اذا ما بتعرفوا دوكر، في هيك عملكم شوي اوفر فيو شو يعني دوكر، لانه انا هلا بالترمينال بكون شوفوا عندي الفيرتشوال ماشين اللي انا منزلها عندي، منشان اقدر اشتغل واعملكم ديمو. اذا اكمل الشغل خليك بموضوع الجيت. هذه وجهه نظري. اذا بدكم يعني دوكر هو ماشي، هو فيرتشوال ماشين انا نزلتها عندي مشان ما ضيع بين شغلي وبين شغل الديمو، خلي كل شيء مفصول. اذا بدكم نرجع، اذا بدكم بعدين فينا نرجع نتعمق بمواضيع الدوكر وكيف فينا نشتغل بالدوكر. كمل هيك عم بحكي انا فيصل، يا ريت كنا نعمل مثل حلقه ثانيه للدوكر وكيف يشتغل وشو اوكي استخداماته وكل هالشيء، لانه مهم كمان عم ينطلب بالكومبيتونس تاعت الناس اللي عم بتبلش. اوكي. هلا المشكلة مش عم بقدر اشوف، بدي اعمل تشينج للسكرين مشان بس فرجيكم. هلا انا اللي بدي اعمله، ما اعرف اذا شايفين عند التيرمينال، قادرين تشوفوا عند التيرمينال؟ يس. اوكي، هلا انا بس بدي اعمل اكتيفيشن للفيرتشوال ماشين اللي بدي اشتغل عليها، يعني مش كان اوبريتنج سيستم بقلب اوبريتنج سيستم. سوري. اوكي، فتت على الفيرتشوال ماشين. هلا انا هيدي الفيرتشوال ماشين نزلت عليها جيت، بس ما عملت له كونفيجريشن مشان نقدر نعملها انا وياكم سوا. اوكي، يعني هلا الجيت نازل هون ال latest version. هلا اذا بدكم الشغل الاساسي اللي بدنا نعمله، انا بس هاي الكونفيجريشن نحن مش بحاجتها، لانه هلا بدنا نشتغل لوكالي ولازم نقدر نميز بين شو هو لوكالي وشو هو ريموتلي. هلا نحن رح نركز بس على الشيء اللوكالي. الو هلا رح نركز بس على الشيء اللوكالي، يعني نحن بس بدنا نركز على الجيت انجن وننسى كل شيء خاصه انتم سامعين عنه، جيت هاب، جيت لاب، هو اللي بنحطهم هلا على جنب وبنركز بس على الجيت انجن. اوكي، انا لازم اعمل مثل كونفيجريشن صغيره مشان بعدين اذا بدي اعمل انا، اذا بدكم حيلا شيء انا بكتبه بده نيم اوف اوتر، بده على القليله الايميل او النيم اوف اوتر. فانا في انا حط اول شيء الكونفيج، ما عندي كونفيج انا هلا، يعني الجيت عندي منه كونفيجريتد، ما بيعرف مين انا، ما بيعرف مين الهوست تبعي. اوكي، لازم انا اول شيء احط ال اذا بدكم الكونفيجريشن جلوبالي، فينا نحطها جلوبالي او لوكالي. هلا بقول لكم شو الفرق بين الجلوبال واللوكال.
اذا هلا انا عم بحط اليوزر نيم، اذا بدكم اللي انا عندي جيت لاب اليوزر نيم تبعي هو algorithmic، وعندي الايميل تبعي هو هيدا. هو اللي مهمين لبعدين، منشان انا اذا بدي ارجع اعمل كونكتنج مع السيستم، اذا بدكم الجيت لاب تبع الريموت اللي موجود، هو اللي كثير مهمين لبعدين. اوكي، حدا عنده شيء سؤال؟ يعني مبدا الكونفيج انك توصل للجيت اللي عندك انت او هذه الشيء اللي عم تشتغل فيها على ريبوزيتوري موجود بمحل معين. لا، هيدا بس اذا بدك هو ليش جلوبال، هو جنرال كونفيجريشن تبعي انا. دائما مثلا بستعمل اكونتي اللي هو مثلا جيت لاب، انا عامل اكونت على هيدا النيم وهيدا الايميل، هو بعدين انا بس بدي ارجع اعمل بوش وكونكت وهيك على الريموت، بهمه يعرف انا مين والايميل تبعي، بده يعرف اذا انا عندي اكونت ما عندي اكونت. هيدا كل شيء انه لبعدين، هيدا انه بدنا اياه لبعدين اذا بدكم. يعني عم بتخبرون تاني هلا؟ ايه، هو اذا بدكم بعتقد هو بيخلقون بعتقد هون بيخلقون بيخلق هو، لانه بس انت تعمل هذا الشيء بيخبي لك هيدي الانفورميشن بمحل دائما بيقرا منها هو. اوكي، هلا الفيرتشوال ماشين ما بعرف وين حاططها هو بالتحديد، بس اجمالا بيحطها بفايل بترجع هو بيضلوا يقرا منها. هلا بعد ما نحط هيدي الكونفيجريشن، الجلوبال كونفيجريشن، قلت لكم في فرق بين الجلوبال كونفيجريشن واللوكال كونفيجريشن، انه الجلوبال هو لكل الريبوزيتوري، واللوكال هو اكثر للريبوزيتوري محدد. اوكي، حدا عنده شي سؤال؟ الـ identification uniquely بتصير من الـ username والـ email، لأن على حد علمي نقدر نعمل identification من الـ address تبع الـ machine تاعتنا. مظبوط، ما هو أنا هلا نعمل أول شيء الـ global، نرجع بعدين في عنا طريقتين لنقدر نستعمل. إذا بدك هيدا أكثر للـ HTTPS، وأكثر هو الـ name والـ email. أنت على كل commit أو على كل push بيكون هيدي الـ information موجودة بقلب الجيت اوبجكت، مثل انه ليقول انه هيدي الموديفيكيشن على الكود هي اسايند لهيدا الشخص وعنده هيدا الايميل، هيدا هو الاوثر. اوكي، هلا سبوز انه كمان هول اثنين انفورميشن لينكد سم وير، بس اوكي بس انه هو بعدين رح نرجع نشوف. نحن في عندك الاس اس اتش كونكشن، وفي عندك الاتش تي تي بي اس كونكشن مع السيرفر. Okay. فهلا نحن نرجع نعمل الـ SSH، بس ما حنكفي فيها للأخير، يعني نعمل بس نحط الـ SSH الـ public key وكيف فينا نستعمله، لأنه بالـ SSH بطل مثل يطلب منك الـ username والـ password كل مرة، خلص بتخلق إيه مثل أنتونيل بينك وبين السيرفر، بينك وبين، أنا بس أقول سيرفر مشان هيك يمكن بعض منكم ما بيعرف شو قصدي بسيرفر، هو مثل GitLab أو GitHub. لأن في فرق كتير كبير بين جيت وجيت هاب وجيت لاب وبيت باكيت. إذا بدكم جيت هو الانجن، وهوليك البقية هن مثل الكلاود بنحط عليه الكود. واحدة من الفيتشر تبعهم إنه بيعملوا مانجينج للكود وتراكينج، بس كمان عندهم كتير أمور مثل فيك تخلقي بايب لاين، فيك تعملي تحطي غير بلوج إن تشتغلي على غير مواضيع. أوكي؟ أوكي. كتير مهم انتو تميزوا بين الجيت وبين جيت لاب وجيت هاب، في فرق كتير كبير بيناتهم، لانه امرار العالم بتضيع. انت فيك مثلا تشتغلي جيت، في ناس بتشتغل جيت بس على اللوكال ماشين، يعني ما ضروري تحط الكود تبعت عامله هوست على هول على واحدة من هول ثلاثة بلاتفورم، فيها تحط على شيء برايفت كلاود او شيء خاص لها. بس هيدا بيكون الهدف منه شو؟ لأنه أول motivation هي collaboration between مش ضروري collaboration، يعني في كتير ناس بتشتغل أمرار، يعني ما هو لأنه مش بس قصة التراكنج كود، أمرار بيعملوا مثل
مثل project based على غير شيء. مثلا بس انا بدي اخلق اوكي مثلا انا من الامور اللي بعملها اخلق pipelines، هيدي pipelines هي اذا بدك ترجع تخلق لك infrastructure على الكلاود. هيدي بيكون دائما قصص برايفت مش للكولابوريشن، بيكون مثلا تيم برايفت، انه مثلا بس تشتغلي لشركات وهيك، ما كله بيكون public. في كثير قصص بتكون هن عندهم قصص مثل كلاود برايفت لهم. اوكي، لكن وحدة شيء من الكلاود يلي فوق الجيت هو بيعمل كذا فانكشن اذا بدك، وحده منهم هي الكولابوريشن، وبيقدر بيعمل اذر سيرفيسز. مزبوط مزبوط. هو اذا بدك مثل اليوزر انترفيس اوكي تبع الجيت. اوكي اوكي اليوزر انترفيس. نعم اليوزر انترفيس عم تحكي عن الكتاب اصلا. ايه الجيت لاب، جيت هاب، بيت باكيت، هن مثل اذا بدك يوزر انترفيس للجيت. وفي غير تولز، هو الجيت هو اذا بدكم بس كوماند لاينز. اوكي هلا وحده من الامور بدنا نعملها كاول فتره، اكيد كلنا عاملين كلون، وكلنا اذا مش عاملينها شايفينها او مش منتبهين لها انه هي عم تمرق معنا، لانه اكيد اكيد مرق معنا شيء اسمه كلون. يعني كل ما تعملوا ابرار ابديت لباكج بايثون، اذا بدكم هن اغلبيتهم اوبن سورس، فهو بيروح بيعمل اكستراكت للليتست فيرجن موجوده من هيدا الباكج على الكلاود مطرح ما محطوطين. يعني مثلا نامباي، تنسر فلو، هول كلهم لايبريز اذا بدكم او مودلز فريم وركس محطوطين على الكلاود، فيكم انتم تفوتوا تتفرجوا على الكود. بس بدك تعملي كولابوريشن وتعملي اذا بدك كونتريبيوشن، في ناس بتعمل بول، هو دائما بتعملي بول انت، ومش هيك بيكون الفريم ورك موجوده عندك فيك تعملي لها امبورت. وي اوكي. فهو شو بيعمل؟ بروح بيسحب لك اخر فيرجن من مثلا الفريم ورك اللي انت عم تشتغلي فيها. فهيدي وحده من الامور اللي عمرها بيعمل اوتوماتيكلي كلون سيستم لقصص ليعمل لها ابجريد او ابديت. هلا نحن هون انا عامل مثل موك، بس رح اعمل له كلون هلا كاول مره، منشان انه نفرجيكم شوي كيف بتكون السكلتون تبع الجيت ريبوزيتوري، كيف بتكون مخزن شوي الانفورميشن بقلبه. هل عنده شيء سؤال؟ اوكي هلا لاعمل كلون، بدي اخذ مثلا هذا الريبوزيتوري اللي انا كده مثلا لبروجكت ماشين ليرنينج انا عاملها، وبدنا نغير الستيم. شو يعني ريبوزيتوري؟ ريبوزيتوري هو اذا بدك البروجكت او الروت. نحن مش قلنا اذا ديسنترايز شيء اسمه الروت، هو اذا بدك الريبوزيتوري الاساسي. اوكي تمام. اوكي يعني وين محطوط البروجي، وين بقلبه كل شيء. تمام. اوكي هلا نحن هلا بما انه هو هيدا الفولدر او هيدا الريبوزيتوري هو public، ما راح يطلب مني انه انا احط ايميلي او احط الباسورد تبعي، لانه هذا شيء public لكل العالم. هي نزل هون. اوكي بس اذا كان الريبوزيتوري برايفت بده يصير يسالك مثل اليوزر نيم والباسورد، لانه يو دونت هاف اكسس. في كثير ناس بتشتغل على كثير بروجيكت لها برايفت، ف تو جراند ذا اكسس بده الواحد يفوت على الويب سايت يزيدك انت ممبر كديفلوبر او كمينتينر. هلا نحن بس نوصل لمرحله الجرافيكال يوزر انترفيس، فرجيكم كيف فينا نزيد غير ناس على نفس البروجكت. اوكي هلا نحن بس يعمل هو كلون، شو عم بيصير بالتحديد؟ بس في نسال سؤال فيصل؟ ايه فوق بس حطيت جيت كلون، ليه حطيت اخر شيء دوت جيت؟ لانه هو اذا بدك هيدا الفورما تبع الجيت فايل، ما هو شو بيعمل الكلون؟ هيدا هلا العمليه اللي صارت شو صار بالتحديد؟
هذا هو لجاوبك على سؤالك. داونلود هو عم بيعمل اذا بدكم داونلود مثل شيء، مش مثل شيء ريبوزيتري كومباكتد از از ا جيت جيت فورما، وهذا الريبوزيتري بقلبه كل الداتا. يعني هو بيقول لك بخبرك شو عم بيعمل وقد ايه مثلا سحب داتا وكم فايل فيه وقد ايه السايز تبعه، بس يسحب كل الداتا مثل بيرجع بيعمل بيخلق لك الجيت ريبوزيتري اللي هلا نحن بدنا نشوفه. بس لكم الجيت ريبوزيتري يعني يعني هيدا سوري هيدا 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 بيسحب الداتا بيرجع بيعملكم بيعمل انيشاليز للدوت جيت. الدوت جيت بقلبه كل الانفورميشن اثبتكم الهيستوري تبع البروجكت، كل الكوميتس، كل البرانشز اكسترا. يعني اثبتكم نشوف شو في بقلبه مشان نفهم اكثر واكثر. هيدا بقلب الدوت جيت ريبوزيتري. في عندكم محل للبرانشز وعندكم محل لكل شيء لوجز وريفرنسز واوبجكتس. اوكي بقلب هولي بيكون مسيف اذا بدكم كل شيء انفورميشن الجيت بيستعملها ليعمل اذا بدك ديشيفرمون وشيفرمون تبع الدوني. هلا هو هذا بما انه عامل انا كثير قبل اذا بدكم اد وكومنتس ما راح كثير يبين. هلا نحن شو راح نعمل؟ راح ناخذ مثل نخلق نحن بروجكت جديد ونحن نخلق الدوت جيت. فرجيكم كيف تخلقوا هذا الشيء لانه بيخلق لكم سكيلتون كيف بس تعملوا اد للفايلات كيف بيتغير هيدا الدوت جيت. اذا بدكم تفكروا بالدوت جيت، الدوت جيت شو هو؟ هو اكثر مثل الداتا بيز تبع الدوت جيت تبع الجيت. Database to store and to track all the information, all the changes in your code. حدا عنده شي سؤال؟ ألو. Good. بشكل موجود. اوكي هلا انا رح محي هيدا البروجكت ما له عازه، رح اخلق مثل نحن اذا بتكون سيشن 1. اوكي هلا انا هيدي السيشن 1 ما بقلبها شيء، ما بقلبها غير اذا بتكون بوينتر هيدا الريبوزيتوري والريبوزيتوري اللي بقلبه. هلا انا منشان يصير هيدا اسمه مثل جيت ريبوزيتري او لا اقدر بعدين اتحكم فيه واعمله تراكينج، في شيء اسمه جيت انت. بس اعمل جيت انت بيخلق لي شيء اسمه دوت جيت اللي هو بيسيف كل الداتا وكل الكونتنت تبع تبع الكود. اذا بدنا نشوف هلا كيف هو بيكون من جوا الدوت جيت، هيدا هو بيخلق لكم سكيلتون فاضي. ايوه السكيلتون هذه فاضيه هلا بعد ما عملنا شيء كود فيها. بس ايه ما عملنا شيء، ما عملنا شيء. اوكي جيزي تربني علي البروجيكت انا الكود. ما عملنا شيء، ايه مزبوط. اوكي. هلا نحن اذا بدكم لنفهم شو بيعمل جيت، بس دعمه نحن جيت انت مثل بي هو منه لحاله بيعرف بقلب نفس الريبوزيتوري شو هن الفايلات اللي معمل لهم تراكت وشو هن الانتراكت فايلز. يعني دائما هو لا يقدر يميز اذا هيدا الفايل انت زدته على البروجكت تبعك بدك تعمل له تراكينج وتعمل له مثل مونيتورينج انت كيف عم تعمل ديفلوبمنت عليه، بدك تستعمل يعني بدك اول شيء الو
نحن معك. اوكي اوكي. مع انه ضايع اذا بفرجيكم بشرح لكم دغري على الجراف او بشرح لكم اياه دغري بالكود، بس عم فكر دغري اشرح لكم اياه على الجراف، برجع بعمل لكم مثل كود احسن. بحس ايه الشرح عن طريق الجراف فنفهم الكونسيبت بعدين بتكون. اوكي. لان الشيء السابع طول مخيف لل اوكي. للناس اللي عم تبلش تشتغل. الجيت بس ينخلق الدوت جيت ريبوزيتوري اللي هلا كلنا شفناه. بيعمل ماك لكل الفايلات اذا تراك او انتراكت. في شيء اسمه كمان ستيج، يعني هو اللي مهم انه انت بدك توصل الكود تبعك للداتا اللي بلش تعمل له، اذا بدك تراكينج ومونيتورينج بدك تعمل له ستيج. اول شيء بس تعمل اد للفايل دغري، نحن مش نعمل جيت اد لفايل او بنرجع نعمل جيت كوميت، دغري بيعملوا ستيج، بيرجع من الستيج ما في يرجع اكثر من انه هو منه تراك الا اذا شلته للفايل من البروجكت نهائيا. فدايما في هيدي الفيز اسمها دايما ستيج، هو اذا بتكون مثل بيخلق سناب شوت، لانه هو جيت بالتحديد شو بيعمل للكود، كيف بيعمل مقارنه للكود وشو بيميزه عن غيره. جيت اذا بتكون بس تعمل له انت انيشلايز، مثل بياخذ سكرين شوت، وعملت اكيد تراك للفايلز، مثل بياخذ سكرين شوت للستيت تبع هذا الفايل. سكرين شوت هي مثل اذا بدكم فيها صوره، بيسيفو مثل اوبجكت بقلب جيت، انه هيدا هلا خلص نعمل له كوميت، نعمل له ستيج، بدنا نعمل له تراكينج. كل ما انت تعمل له موديفيكيشن وعملت له ستيج، بس يوصل للحظة الستيج مثل بياخذ له سكرين شوت انه هيدي خلص سيف لي هيدي الستيج، منشان انا بعدين يمكن انا بدي ارجع اغير كيف طريقه الكود تبعي، بدي ارجع ساعتها من الستيج، يعني بدي ارجع اشيل هيدي الستيج او بدي ارجع على الستيج محدده. عم تفهموا هيك شوي الكونسبت؟ حدا عنده سؤال؟ اوكي. لفرجيكم نحن كيف فينا نعمل تراكينج لفايل. اوكي، رح نخلق فايل جديد نسميه نعطيه تايتل سيشن 1 اباوت جيت. اوكي، نحن عندنا فيصل عفوا، طبعا استخدمنا التاتش ريدمي دوت ام دي تاتش اللي بتعمل الفايل. ايه بس الفايل اوكي فتحته بالفي اي ام اللي هي ابلكيشن تقرا الملف. ايه هو مثل اديتور، انا بستعمل فايلين. انا كان في دغري فوت دغري اللي اثبتكم سترينج على قلب الريدمي فايل، انه التاتش هو بيخلق الفايل برجع انا بعمل له موديفيكيشن. اوكي، بس انا حتى لو خلقت الفايل يعني هلا انا انخلق الفايل، بس اذا بعمل جيت ستاتس انا كيف بدي اعرف اذا شو هن الفايلات؟ يعني احنا اوريدي هلا كنا عم نحكي تراكينج اند اون تراك، اكيد جيت بده يعطينا مثل تول لنقدر نعرف ستاتس تبع هذا الفايل. اوكي، فبيعطينا الجيت ستاتس وهو كثير انفورماتيف الجيت، يعني بكفي الواحد يقرا منشان يقدر يعرف انه شو عم بيصير. هون بيقول لك انه دغري الان تراك فايل بسمي لك اياهم الريدمي. واذا نحن نرجع نفتح ال إذا بدكم نرجع نعمل الجيت، ما انخلق شيء بعد، نحن بس خلقنا هذا الفايل ريبوزيتوري لوكالي. هلا نحن بس بدنا نزيد ونعمل له تراكينج، بدنا نعمل شيء اسمه اد. اوكي، هلا هو بالعاده الاد ما لازم دغري يزيد لك يبعث لك اياه دغري على ستيجينج، بس بجد دغري بيبعث لكم اياه على staging. بس نعملنا اد نحن الفايل بيخلق اوبجكت، اوكي، اسمه الاوبجكت 20. اذا بدنا نشوف بعد اكثر، اذا بدنا نشوف اكثر شو في بعد بقلب الاوبجكت، لاحظوا في عندكم هاش، هيدا اذا بدكم هو بيستعمل جيت مثل SHA-1 هاش. ما أعرف مرة واحد هديك الجمعة حدا بعت على الجروب إنه عم بيحكي عن كيف بيعمل authentication، كيف بيعملوا هاشينج لهالمواضيع. جيت بيعمل هاشينج لشيء اسمه content.
نحن هلا قلنا اوبجكتس، بس شو بقلبه هيدا الاوبجكتس؟ هو بيسيف السرعه اللي بقلبه فيه، يعني هو السرعه بقلب جيت انه هو بيعمل مثل كومباكت لكل الكونتنت تبع الفايل لشيء بس من 40 كاركتر كله هكساديسيمال، يعني بين الواحد والتسعة وبين ال بين ال A وال F. اوكي بين ال A وال E. فهيدا بقلب ال، اذا بدنا نشوف نحن شو بقلبه هيدا الاوبجكت، لانه هو فايل. نحن تتذكروا قلت لكم انه جيت بيسيف كل شيء بقلب فايل. فهلا اذا نحن بدنا نشوف شو في بقلبه، ماشي بقلبه شيء اذا بدكم انه تو ايدنتيفاي هيدا الفايل، مثل بيعطيه يونيك ايدنتيفاير. اوكي هول قصص كثير، يعني اذا بدكم ادفانس ما رح فينا بالاخير نقعد نحكي اكثر عن قصص الداتا ستراكشر، كيف فينا نغوص اكثر بقصص جيت ونفهم كيف بيشتغل، بس خليها هيدي للاخير. هلا نحن عملنا له اد، اور فايل از ادد بس اتس نوت كوميتد. نحن بدنا نعمل كوميت لنسيف الشينج، تذكروا بدي ياخذ سكرين شوت او سناب شوت انه صار في شينج هون. اوكي فهون بيعمل بيقولوا له كوميت. الكوميت مثل سناب شوت بس بدك تعطيها مسج تحدد انت شو صار بقلب هذا الفايل، والافضل تكون مثل الكوميت انه تعطوها مثل سينيفيكيشن، يعني ما تكون شيء كثير راندوم، لانه انت بعدين بس يكبر كثير البروجكت تبعك بدك ترجع تعمل تراكينج. مهم ترجع انه يكون في شيء مثل فريزز او طريقه انت بتعمل مسجينج مشان تقدر دغري تلاقي الاغلاط وين. نحن بدنا نسميها ماي فيرست كوميت. اوكي بس عملنا كوميت هون شو صار؟ بتبين انه التري كلين. تذكروا نحن هونيك بالاوبجكت بس كان في اوبجكت واحد، في يعني اثبات كنا بيقولوا له هن بلوب اللي هو باينري لارج اوبجكت، كان في بس واحد اللي هو 20. هلا اذا نطلع صار في عندنا اثنين. ليه؟ لانه مثل ايه، لانه هو مثل قلت لكم انا بيعمل الو ايه تفضل حدا حكى؟ اوكي فكرت حدا حكى. ال زي اثنين اوبجكت، لانه تتذكروا نحن قلت لكم بدي ياخذوا على الستيج. الاد باي ديفولت هون بالجيت بياخذوا دغري على الستيج، يعني هو اخذ اول سكرين شوت بيرجع بالكومنت بفوت السكرين شوت بقلب هيدي الداتابيز. اوكي بس هيدا كله، هيدا اللي عم نعمله هلا كله هيدا لوكالي، ما في شيء بعد ما جبنا سيره الجيت لاب او جيت هاب او كيف فينا نعمل تراكينج، يعني اذا بدكم كيف هاو تو كونكت لوكالي على الريموتلي، هيدي رح نوصل لها. يعني اول اوبجكت هي الانيشاليزيشن، انا فهمها إيه. اول اوبجكت الانيشاليزيشن، ايه لانه مثلا مع كل عملها بينخلق اوبجكت جديده، ايه لانه مثلا انا رجع اخلق تيست جديد، اوكي فولدر تيست جديد، اذا انا بعمل جيت ستاتس رح يقول لي انه هيدا منه جيت ريبوزيتري لانه ما بيعرف شيء عنه. لا انا لازم اخلق له الجيت سكيلتون، اذا بدكم هيدي الجيت سكيلتون هي تتحكم، هي الانجن كيف بيتحكم بكل التراكينج. يعني هو ببين كثير بسيطه بس هي كثير بقلبها اذا بدكم تفكير كيف بيعمل، يعني كيف بيعمل مانجينج للفايل سيستم تبعك لكل الريبوزيتري تبعك. اوكي فينا نفكر فيها بشكل object oriented program. بعتقد بهذا الشكل بتكون واضحة. إيه أكيد ما هو بالنهاية كيف معمول، في عندك data structure. بس يكون عندك data structure بتعرف شو يعني data structure؟ أوكي
بمبدأ هي داتا عندها ستركتور معينة واضحة وسيتي عندها ستركتور خاصة فيها. أنتوا ولا مرة مستعملين داتا ستركتشر؟ Hello. That structure, how we manage and save our data. إذا بدكم تفكروا أنتوا كل يوم بتستعملوا data structure. إذا في شيء اسمه list, مالا مرة استعملين list أو data frame أو هول كلهم الفورمات تبعهم هذا بيقولوا data structure. إنه how you can store إنه تتحش هيدا ال information بقلب هيدا structure and to manage it. كل data structure بيكون عندها characteristic معينة اللي خليك تتحكم فيها بطريقة معينة عندها characteristic مثل الجراف. جراف هي data structure. إذا بدكم كمان تشوفوا أكثر الجيت كيف بيشتغل, هو بيعمل جرافات رح تبين معنا بعدين, هيك بتتوضح أكثر وأكثر الفكرة بين إيديكم. بس الشيء الأساسي هون بدنا ناخده إنه هيدا الشا هيدا اللي فرجيكم هيدا الرقم من 40 character هيدا كتير مهم, لأنه هيدا بقلبه كل الانفورميشن عن هيدي الكوميت عن هيدي السناب شوت. وامرار بيكون هيدا يعني كل كوميت موصوله بالكوميت اللي بعدها لا ينعمل, يعني اذا بتكون ستيج لا تخلص ستيجينج على الاخير وينعمل لها بوش. اوكي هلا هي الامور شوي شوي بتتوضح, لانه عم نبلش من شيء كتير ابستراكت لنبلش نشوفه شوي شوي بدها وقت. اوكي بس هري عم بعمل لينك براسي بين السناب شوت اللي قلت عنه والهاش كود, لانه بتوقع الهاش كود از ريكالكوليتد ات سام بوينت لحتى يصير يشوف اذا صار في موديفيكيشنز او لا. مزبوط. اوكي مزبوط. بيرجع بيعمل ريهاشينج, بيرجع بيعمل هي هل هو بيستعمل مبدا الكونتنت الجيت بيستعمل مبدا الكونتنت غير فيرجن كنترول سيستم. شو بيعملوا؟ بيسيفوا كل ال differences. يعني تخيل بيرجعوا بيعملوا iteration على كل الفايل, بيسيفوا كل ال differences, كل شيء في فرق بين الفايلات بيسيفون ك list وهيك, فبياخد كتير مساحة كتير كبير وبياخد وقت, مش إنه والله بسهولة. هون لذة ال get إنه هو كتير سريع لأنه he introduces this concept. بعتقد هذا الكونسبت كمان ما بعرف إذا جيت أول حد استخدمه, بس شايفيته قبل بالإمج بروسيسنج كمان عن طريق كان موجود. هو كان موجود, يعني هو كان موجود قلت لكم بقصة البيت كيبر, وحسنوا فوق البيت كيبر إنه حسنوا يعني لا بطريقة مسحوا إذا بدكم كل المشاكل اللي بقلب البيت كيبر أوريدي, يعني البيت كيبر انسحب من السوق. أوكي لنرجع على البرزنتيشن هون, هيك تتوضح أكثر وأكثر إذا بدكم الفكرة. نحن شو عملنا هلأ؟ عملنا add لفايل, وبعد ما عملنا add لفايل عملنا له إنه staging, عملنا له commit صار موجود باللوكال ريبوزيتوري. هلأ نحن بس نعمل commit إذا بدكم هي مثل checkpoint هون إنه الموديفيكيشن تبعنا مثل بدنا إياها يمكن ما بدنا إياها, بس إنه موجودة بعدها. اوكي هلا بعد ما نحن يعني لوكالي, اذا بدكم منشان اكثر نشوف الجيت مثل بيعطونا طريقه لنقرا اللوجز. حدا بيعرف شو يعني لوجز؟ ايه اللوجز يعني التشينجز اللي انعملوا على الفايلز تبعنا. مظبوط. كل الكوميتس ورا بعض شو سميناهم, شو صار بالكوميتس والكوميت اي دي ما هيك؟ ايه بس هو اذا بدك اللوج هو شيء جنرال اكثر, هو اذا بدك انفورميشن ان ديتيلز اكثر عن كل شيء عم تعمله. اوكي عم تحكي عن ان جنرال, فكرت عم تحكي عن جيت. بس اوريدي انت جاوبت على السؤال, يعني كمان بجيت هيك تقريبا بيعمل اللوج, هو بيقرا لك كل شيء كوميت انت عامله من قبل. فيك انت ترجع لكوميت معينه, يعني تخيلوا انا عملت changes لفايل وعملت له كوميت, ورجعت انا مشيت بالبروجي عملت modification بس ما حبيت من هو modification, في ارجع لاخر كوميت عملتها. يس اوكي ديل. اوكي ام
هلا الو ايه في حدا عنده سؤال؟ لا ما حدا عندي شيء. اوكي وصلنا لمرحلة الكوميت بدك تعمل هلا نحن بعدنا عم نشتغل قلنا اثباتكم لوكالي. انا بالبرزنتيشن حاطط لكم في كذا طريقه لاثباتكم، نشوف اللوجز ونرجع نعمل لهم طريقه رندرنج نفهم شو عم بيصير نحن وين على اي كوميت اكسترا، وكيف فينا اثباتكم نرجعهم مثل ونقدمهم مثل ما نحن بدنا. بس خلينا قبل هيك نشوف شوي الجيت لاب او نوصل لمرحله الجيت لاب، نرجع نصير نعمل باك اند فورس بين هول الكونسبت مشان هيك اكثر يفوتوا براسنا. اوكي هلا انا اللي عملته الو اوكي هلا انا اللي عملته خلقت فايل اذا يكون شو اسمه سيشن. اوكي هذا الفايل سيشن هو جيت ريبوزيتوري، بس هيدا كله بعده لوكالي. ما يعني انا هلا اذا بفتح الجيت لاب، اذا بنرجع نروح على البرزنتيشن هون بفتح الجيت لاب، انا بدي زيده على بروجكت معين على الموكتو. اوكي انا كيف بدي زيده على الموكتو؟ هو موجود عندي على الـ على الـ على الماشين. حدا عنده فكره كيف في اخلق هيدي الكونكشن بيناتهم؟ شو المفروض هاو اي هاف، شو لازم انا مثلا فوت هلا؟ لازم تعمل بوش للكود تاعك، لازم بالاول اذا بعمل اوكي تفضل قبل ولا تفضلي لازم اعمل بالاول كونكشن على المكان يلي بدي اعمل بوش عليه، لازم القطه يعني لوين انا. إذا أنا بعمل بوش هلا، إذا أنا هلا بعمل بوش هيك اللي هو دائما شو هو الأوريجن؟ ما بيعرف الأوريجن. شو هو الماستر؟ ما حدا بيعرف، مع إنه هو الماستر موجود. أنا ما خبرتكم إنه الماستر موجود. شو هو الماستر؟ تذكروا قلت لكم في شيء اسمه روت، هيدا هو الماستر. هو الماستر هو إذا بدكم هو هو قائد إذا بدكم البروجكت، هو هيدا الخط البايب لاين. أنتم بالشركة إذا بدكم في عندكم كذا خط برودكشن، في خط إذا بناخذ شركة السيارات، خط تصنيع دوليب، خط تصنيع الموتورات، بيرجع عندكم خط الترتيب الجمع الجمع. وهذا الشيء اللي عم نحكي عنه، وهذا بيقولوا له مثل جيت ورك فلو او جيت او جيت لاب ورك فلو او في جيت هاب ورك فلو. هو في ثلاث انواع ورك فلو، كيف تشتغل كيف بتنظم شغلك على هذا الجيت ديسنترلايز سيستم، كيف انت فيك تستفيد من هذا الشيء تو يور بنفيتس. اوكي بس بما انه هلا نحن بعدنا عم نشتغل على برانش وحده، ما رح نوجع راسنا بهالمواضيع، بعدين بنوجع راسنا فيهم. واصلينه قلنا اذا نحن هلا بعمل انا جيت بوش ما بيزبط شيء. لأقدر انا اعمل مثل كونكت، انا لازم فرجيكم قبل، انا ما اعرف شو عم فرجيكم، فرجيكم جيت هاب جيت لاب تبعي ريدمي فايل بعدين. اوكي انا اذا بدكم انا خلقت بروجكت هون، بس انا في روح ارجع اخلق بروجكت ثاني. خلينا نخلق بروجكت ثاني فرجيكم كيف تخلقوا بروجكت. شيء كثير بسيط يعني، هو الجيت لاب كثير بيسهل لكم هالمواضيع، او جيت هاب او حيلا اذر هيك بلاتفورم موجوده. ورح نسميه سيشن 1. اوكي فينا نحن نعمل له انيشلايز ريدمي. ليش انا مثلا نقيت ريدمي هونيك؟ اجمالا نحن بكل بروجكت في مثل ريدمي فايل اللي هو بيكون مكتوب بالمارك داون، بيكتبوا فيه كل الديسكريبشن تبع ديفرنت مثلا سكشن بقلب البروجكت، ديتيلز اكسترا. يعني انا بعت لكم برزنتيشن كتبها انا بريدمي ريدمي فايل، يعني مش مارك داون، مثل المارك داون بس امبروفد، فبين عندكم بهالطريقه كبرزنتيشن. اوكي هيدا هيدا بعدين انتم بتصير لحالكم يعني بتعرفوه، بصير اكثر
تتحكموا فيه مثل انتباتكم. يعني إذا بدكم تستعملوا ويب انترفيس للبروجكت تبعكم. مش الـ MD5 زيتو؟ نعم؟ MD5 الفايل اللي أريده مثلاً الـ extension.md markdown language هو زيتو ولا في شيء تاني لازم نعرفه؟ كيف كيف؟ سوري ما عم تحكي عن الفايل اللي مستخدمه كمان نحطه بالفايش خانسي فايل جاءت للبروجيكت يعني الـ GitHub أو الـ GitLab. إيه تفضل. إيه سؤالي إنه هو ده هو الـ MD file. إيه هو الـ MD file، هو الـ MD file as markdown file. فيك تعمل له كمان restructured text اللي هو markdown improved. أنا بعت لينك للpresentation. إذا بتفوتوا أنتوا على presentation بتشوفوا الـ dot rest. شوفوا إنه لحاله الجيتلاب مثل بيعملكم rendering لإله. بيفرجيكم إياه مثل presentation عادية. هيدي من شان إنه أنتوا كداتا ساينتست أو كحالة مثلاً شيء بتشتغلوا بهذا الدومين مثل بتعملوا مثل بتعطوا مثل هيك قد لمسة إنه على البروجكت شو هو كمان بتخلوه أكثر user friendly، لأنه تكتبوا صوفتويرات العالم ما قادرت تستعملها أو ما قادرت تقراها منه شيء كتير منيح، يعني هذا bad practice. أوكي. هلا أنا عملت هلا أول project session one. أنا ما على الماشين على اللوكال ماشين عندي بعد ما بيعرف لازم أنا زيده. وهون بيجي موضوع اسمه how to add remotely repository من عندك على الماشين على السيرفر. أوكي. هلا أنا إذا بدي أعمل listing لكل الريموت إذا بتكون ريموت لينك ما في شيء عندي. اوكي لازم انا ارجع على الجيت لاب واخذ لينك هو بيعطيني اياه. اللينك هو البروجكت يو ار ال. شفتوني كيف اخذته؟ هي هذا اللي كان فوق. اوكي هيدا اذا بدكم يعمل لكم ريدايركشن على هيدا الريبوزيتوري. نرجع على التيرمينال. اذا بنشوف على التيرمينال ما في عنا شيء ما في عنا لينك، يعني ما بيعرف مع مين بده يحكي هو. فانا في اخلق مثل اعمل اثباتكم باس بين الماشين تبعي وبين الجيت لاب عن طريق انه اخذ اللينك تبع البروجكت اعمل له اد وسميه مثل هن بالعاده باي ديفولت بسموه اوريجن واعطيه اللينك. اوكي هلا انا اذا بفوت بعمل ريموت ماينس دي شو صار؟ احد في شيء اسمه فيتش في شيء اسمه بوش. يعني عم بلشوا تفهموا انه انتم كيف عم بيفصلوا كل شغله كيف بيعملوا مثل باس مثل تونيل للفيتش بياخذ داتا بيعمل فيتش للداتا وتونيل ثاني للبوش. يعني هو لي مثل اذا بدكم دون دو ديريكسيون ديفيرون اوبوزي واحد بيسحب منه الداتا واحد بيدفش منه الداتا على البروجكت. اوكي هلا هو صار بيعرف اذا بدكم يقرا مع الـ مع الـ مع الجيت لاب. بس نرجع على الدوت جيت. انا قلت لكم كل شيء فايل، يعني نحن اذا بنرجع على الدوت جيت في شيء اكيد تغير في شيء نزاد. اذا بنرجع لقبل ما كان موجودين هولي. شوفوا ما كان في شيء موجود اسمه description او config او head او commit. ليش ما كان في شيء اسمه حتى index؟ انت بس عملت له remote and add هو لحاله مثل عمل لك configuration بينك وبين الجيت لاب. يعني شوفوا قد ايه هو شيء باورفل. يعني انت عم بوفر عليك شغل، انت بس هلا شغلتك تهتم بمواضيع الكود، هو اهتم لك بكل شيء خاصه بالكونكشن كيف تكون بينك وبين الجيت لاب. اوكي واذا بدنا بعد نفوت اكثر بالتفاصيل فينا نفوت نحن على الدوت جيت ونقرا في شيء هذا اسمه الكونفيج.
شو صار هون؟ هذا ما كان موجود قبل. نحن هلا بس عملنا هيدا الشيء، خلقنا هيدا الشيء، انه قلنا انه في شيء اسمه ريموت اوريجين، يعني مثل اللي عم قلنا في سيرفر انه عندنا نحن وياه، مثل فينا نعمل فتش داتا اسمه اوريجين، مسمينه اوريجين. اوكي، يعني هيدا الفايل عم تشوفوه، اذا بدكم فينا نحن كمان نكتبه ونعمل نحن الكونفيجريشن مثل ما نحن بدنا، بلا ما نستعمل الجيت كوماند. بس هيدا شيء كثير ادفانس وفينا نخليه لغير مره. اوكي، هلا لنرجع لوين كنا. نحن الماستر هلا نحن اوريدي عاملين كل شيء كوميت، ما في شيء جديد زدناه. خلينا نحن نعمل بوش اوريجين، هي رجعت بينت الاوريجين هون. نحن مثل عم نقول بوش ات ذس لينك او ات ذس بروجكت باس، واستعمل البرانش ماستر. هلا بيطلب هو مني يعني مثل اليوزر نيم والباسورد، بالعاده يعني ولا مره بتحطهم صح من اول مره، مش الحال. هلا شو بنعمل؟ بنروح على الجيت لاب اونلاين. اوكي، ونعمل ريفرش، بين الريدمي فايل. اوكي، هنبلشوا هيك تفهموا شوي الخبريه. الريدمي فايل والام دي، شوف كيف يعمل لكم ديسكريبشن. اذا بدكم انا فينا افرجيكم هيك مثل انه كثير كمان مهم اذا انتم بدكم تعملوا مثل بورتفوليو لقلكم بعدين. يعني عم خبركم من قصص عانيت معها، مثلا عم بعمل ميجريشن من جيت هاب لجيت لاب، فكل شيء بدي ارجع اعمله دوكيومنتيشن مشان اقدر اعمل جنريتنج للبورتفوليو. فكثير مهم تعملوا دوكيومنتيشن من الاول، وهيك بتبين منيحه لقلكم قدام الشركات. مثلا هون بال بحيلا شيء هون مثلا بالنيورال نتورك، ما بعرف اذا انا زيد ال، بس انه فرجيكم هيك شوي كيف تطلع الامور. يعني بصير انتم تكتبوا الديفينيشن، فيكم انتم تزيدوا فيجوال ثينجز، يعني مثل ما بعرف انا ناس اي بروجيكت هيك بقلبهم. مثلا اعطيكم هيدا البروجيكت مثلا، فيك تحطوا الصور حتى، فيكم تحطوا كل شيء وتعملوا عليه البرزنتيشن. فالمارك داون كمان من الامور اللي بعدين انتم بس تشتغلوا مع جيت لاب وبيجيت وهيك، بصير انتم منكم لحالكم تقلبوا كل بروجيكتكم بطريقه انه تفرجوا العالم انتم كيف تشتغلوا، وهذا شيء كثير مهم بدومين الانفورماتيك. سؤال صغير بس، الايمجز يلي كنا عم نشوفهم بالديسكربشن هول كيف جنريتد؟ هول لاتيك او هول في سوفت وير معين استعملتهم؟ لانه كان اي البروجكت هلا اوكي بالبروجكت مثلا هذا اللي هلا فرجيتكم عليه، صح؟ لانه اوقات انا شوي بياخذ وقت لحتى يعمل جنريشن لهاي البروجكت. لا ضروري، انا بعطيه دغري مثلا سكرين شوت هون، بخلق مثل فولدر سكرين شوت، وهو منه لحاله. انا اذا بفوت على ريدمي هيك اعطيكم هيك شيء على السريع كيف فيكم انتم تعملوا حتى اديت للكود عندكم على السيرفر، ترجعوا تعملوا بوش بول للداتا اللي انتم عم تقولوا مثلا موديفيكيشن. بس لفرجيك الايمج انا حاطه بفايل سكرين شوت، بس هو في بيقرا يعني على نفس السيرفر، بيقرا غير فايلات يعني. اوكي اوكي، يعني هن اذا بدك يكون مثل جيت لاب كمان بيعمل لك رندرينج للبروجكت تبعك. اوكي اوكي، بما انه جبنا سيره قصه البول، انا بدي ارجع فوت على السيشن 1 وبدي انا اكتب دغري على الانترفيس هون. ما لي جديد انا اروح اكتب كل مره، مثلا ما بدي استعمل التيرمينال، في اكتب انا هون عدي اللي بدي اياه سيشن 1 ومثلا توكينج اباوت جيت، وبعمل كوميت للشين. هلا انا اذا بروح لهون على الماشين تبعي، شو اقول لكم؟ رح شوف الشينج. ما عملت، ما بعرف اذا مفروض انه على السوفت وير اعمل بوش او لا، لانه
بس انا البارت لما كنت عم ساوي عملت كوميت لتشينج بس رجعت عملت له بوش بس هونيك عملت تشينج بس ما عملت لهم بوش بس هو الاصل هو قصدك هلا عملت تشينج انا هون بس ما عملت بوش ما هيك صح بس ما هو هو السنترال بوينت يعني ما بعرف اذا لازم نعمل بوش هونيك ولا لا نو لوين بدي اعمل بوش اصلا ايه انه هلا نحن بس نكون على السيرفر اذا بدك ما بتعملي بوش على الريموت على اللوكل بتقولي مثل بتعملي فاتش اللوكل هو بيعمل فاتش للداتا واللوكل بيعمل بوش للداتا فيك تاخديها كمان فيس فيرسا يعني الاثنين سوا بس انا هلا اذا باخذ هون الريدمي فايل ما بعرف اذا انتم شايفين هلا عند التيرمينال اذا انا باخذ الريدمي فايل ما في شيء ما في موديفيكيشن عندي على الماشين لوكلي ما بعرف اذا انا عم جاوبك على سؤالك او ايه بس ما انا لما سيفت تشينجز يلي عملتهم باول بارت لما عملت انا عندي لوكالي وسيفتهم وعملت لهم بوش على السيرفر طب انا كسيرفر انا خيرت لا مين بدي اخبر انا ما في اوثوريتي فوق لاخبرها بالتشينجز مفروض مش اوتوماتيكلي هذا الشيء بيصير ولا انا لا لانه هو اوتوماتيك بيصير انه هلا انا اذا بعمل حيلا موديفيكيشن هون برجع ببعث بوش على السيرفر بيقول لي يو ار نوت الاود لانه بدي يقول لي انه في موديفيكيشن صارت على السيرفر لازم انت تعمل بول للموديفيكيشن اوكي غير الموديفيكيشن ترجع تعمل بوش وهيدا امرار كمان بيعمل كونفليكس ليش بعدين في شيء اسمه جيت ورك فلو هو اللي انت لانكم عنه لانه اوكي هذا شيء كثير باورفل اللي بين ايدينا بس كمان كل شيء باورفل كمان عنده نيجاتيف سايد يعني انا في امرار بيعملوا مثل الميرج امرار او حيلا شيء بتفوت الدنيا ببعضها اوكي وجيت بحذرك يعني بيقول لك انه ما تعملي هيك وانت يو كان اولويز فورس ات لا اعمل هيك انا بدي اياك تعمل هيك اوكي يعني انا هلا اذا فرضا انا هلا بدي اعمل تب موديفيكيشن انا لوكلي شو صار شو بده يصير موديفيكيشن لوكلي نعمل جيت ستاتس اوكي بس يقول لك ريستور انه شوفوا فوق changes not staged for commit اذا ما انا اعمل له staging بس اعمل له staging يعني عم بعمل اد اوكي وعمل كوميت رح سميه local changes اوكي طيب انا هلا بدي اعمل بوش من الاوريجن عم بعمل بوش على هيدا على هيدا البروجكت على البرانش ماستر اوكي بعطي شو عم يكون شو رح يعطي بدي قلنا انه في changes على الماستر بقول لك failed rejected لازم تعمل pull يعني هو اهم شيء الواحد يقرا انه شو عم بيصير لانه كثير امرار اذا ما قريتي وعملتي حيلا شيء بتفوت الدنيا ببعضها فالواحد مهم كمان دائما يقرا بهالمواضيع فبيقول لك اعمل مول بول قبل شو يعني بول؟ هلا بنحكي بول ليش عطيني هيك؟ فينا نعمل نقرا المسج سوا بول هو انا بدي اسحب داتا من الـ GitLab من الريبوزيتوري تبعي بس انا ما عم حدد انا وين بدي اسحب من اي برانش في عندك يمكن كذا برانش يمكن بدك تسحب كود من غير برانش هلا نحن عم نسامو تايم برانش بعد ما حكينا عنه بس بلشوا فكروا شو يعني برانش كيف الشجره بتكون كيف بتتوزع اذا بدكم على كل غصن في شقفة من البروجكت في فيتشر من البروجكت تنشغل على غصن من الشجره اوكي انا لازم هلا اول شيء اعمل بول واعطيه حدد له انا وين بدي اعمل بول كل شيء لازم نحدد له وين بدي اعمل بول بدي اعمل بول من الماستر اوكي عم بيقول لي في كونفليكت شو يعني كونفليكت
قلت لك انه انت انا عملت موديفيكيشن على هذا الفايل وغير عمل موديفيكيشن على هذا الفايل على نفس هذا الفايل نفس الفايل على الجيت لاب. فهو شيء كثير باورفل هاي. لا شفتوا انه كيف بيصير القصص كونفليكت. نحن عم نشتغل بعدنا مثلا على شيء كثير بسيط. تخيلوا بكره عندكم مثلا 100 ديفلوبر تحت ايديكم, كيف بدكم توزعوا الشغل, كيف بده يتنظم هيدي الامور. هيدي من كمان الشركات بتدفع كثير مصاري على هيدي المواضيع قد بيساعد. بس انت كمان بعدين اذا بدكم بنشوف كيف فينا نستعمل الاي بي اي تبع جيت تو كاستمايز ات يوزينج بروجرامينج لانجويج لايك بايثون او اذر لانجويج بروجرامينج. عندهم اي بي اي على جيت لاب او على غير بلاتفورم. اوكي هلا نحن هو بيحدد لنا, يعني انا اذا بفتح هلا فيدني بيحدد لي, بس يقول لي انه في كونفليكت. يعني انا يا بدي اغير هون يا بدي اغير فوق, يا بدي اغير فوق يعني قصدي على السيرفر على الجيت لاب. وهو بيحدد لي انه بيقول لي هاد, يعني هون انتبه انه الهاد هو مثل اثبتكم كمان بوينتر كمان, هذا رح يبين معنا بعدين. بحط لي دغري تحته الهاش انه يو هاف تو موديفاي ذس. اوكي نحن توكينج اباوت جيت, هو الشيء الموجود على السيرفر. موديفيكيشن لوكالي هو موجود لوكالي. فانا بدي هون بيعطيني هو الخيار بين هيدي وبين اللي فوق. أوكي. اذا نحن بنروح على الجيت لاب ما راح اذا عم تجيكم نفس الجيت لاب الخيار لي اني انا اختار اي تشينج بدي اخليها. ايه ما اعرف اذا عم تشوفوا عندي الجيت لاب عندي كذا. ايه ايه اوكي هون عم توكينج اباوت جيت والثاني موديفيكيشن لوكالي. فهون بيصير في ديسكشن. هلا بالعاده شو بيصير بالشركات؟ بالشركات ما بيعملوا دغري ميرج وبوش. هلا نحن عملنا هون اذا بدكم بوش وهيك, لا بس يصير في موديفيكيشن بيعملوا مثل شيء اسمه بول ريكويست او مثلا ميرج ريكويست او يعني حسب البلاتفورم. مثل بيفتحوا ديسكشن قبل ما يعملوا وات تو كيب وهيك يعني. إيه. هلا هيدي على صعيد الميرج, بس اجمالا على صعيد كمان هلا اللي مطرح ما انا عم نشتغل مشان ما يصير كونفليكت كمان بيكون موزعين الادوار بطريقه ما يفوت ما تفوت الدنيا ببعضها. يعني في واحد بيسلموه شغله او اثنين بيشتغلوا اثنيناتهم على نفس البرانش او انه مثلا عدد معين, بس في طريقه بيكون الشغل. اوكي اوكي هلا نحن نقول نحن نشيل الكونفليكت ونجرب نحل الكونفليكت. يعني اوكي هنشيل الكونفليكت ونشوف شو صار. بوث موديفايد, عندنا فايلين اثنيناتهم موديفايد. شو بيصير هون؟ شو بدنا نعمل اول كون؟ رجعنا احنا عدلنا شيك. بس سوري ترجع تعيد السؤال لو سمحت. نحن نقينا واحدة من هول تو شويسز. اوكي هو حاطط لنا هلا بوس موديفايد, يعني نحن اوريدي وي ميد اور تشويس نو. اذا انا هلا بعمل مثلا بوش اوريجين ماستر شو بيعطيني؟ نحن على اساس شلنا الكونفليكت كمان. بس انا عملت كوميت لما شلت الكونفليكت ولا لا؟ لا ما عملت كوميت, ما عملت الا انتر. يعني انا كتبت كوميت بس ما عملت الا انتر. اوكي نحن اذا كمان نحن عم نعمل هيك ما عم بيقول لنا شو بدنا نعمل. شو بدي اعمل؟ بعمل بوش للشيء اللي غيرته؟ لا بدي ارجع اعمل اد لهيدا الشيء, رجع اعمل له جيت كوميت لانه هو ضاع بين الاثنين. فهو بس رجع نزله هو عندي, لازم هو ارجع اعمل له اد اعمل له ستيجينج وفيكس كونفليكت.
شغل يكون لازم تزبط. هي مفروض bad request لأنه wrong password. هنا نستعمل SSH يعني، بس هلا إذا بدكم الأخير بعلمكم كيف تحطوا ال SSH بطل بدكم هو المواضيع كلها. أوكي مش هالحال. Good. نحن هلا بعدنا عم نحكي. إيه تفضل. هذا عنده سؤال؟ Nothing I just stayed good. أوكي روح لهون. ما رحت انت بعد ما نحكي نشوف البرزنتيشن. شايفين البرزنتيشن؟ نحن هلا شفنا كيف نعمل نتواصل مع الريموت وال ريموت ريبوزيتري وال واللوكال ريبوزيتري، كيف تخلق الفاتش داتا اند بوش داتا. في يعني هذا هل عم نشوفه هلا هو عن جد هذا انه هيك بس السيرفيس تبع الجيت هو شيء كثير باورفل فيكم تعملوه، يعني تستعملوه بطريقه انا مش بس بستعمله صراحه للهوستنج كود، انا بعمله كمان للتو دو ليست تبعي، يعني لانه انا انسان كثير ما له جداد يستعمل اليوزر انترفيس، فبعمله مثل بدي اعمل تو دو او بدي اعمل بلاننج لحياتي بعمله على الجيت، وبعمل انا يعني عم بعطيكم مثلا اكزامبلات كيف فيكم تستعملوا جيت مش بس الكود هوستنج، فيكم تعملوا انتم على كل كوميت لايك التاسك انه انتم بدكم تعملوا اليوم هيك وديت تعطوها ديت تعطوها تاج. في 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 عندكم بوتنشل كثير عالي انتم عم تستعملوا جيت، وصدقوني انه هو منه بس للكود، هو أكتر كمان بوسعكم فكركم كيف فيكم تشتغلوا مع غير عالم وكيف تنظموا شغلكم، لأنه هيدا شيء كتير أساسي. كلام ذهب والله، بس فكرتك عم تحكي إنه تدوز بالبروغرامينج أو شيء عم تحكي بحياتك. لا أنا ما فيك تستعمل إنه أنا عم بعطيك إنه try to limit yourself بس قصص البروغرامينج، إنه أنت you have لازم تسهل حياتك، كيف فيك تسهل حياتك بدك تستعمل انه البروجرامينج، لانه هو في كثير قصص انت ما بدك اياه هو بيشيلها عنك يعني بطريقه سهله. اوكي هلا نحن نحكي على شيء مثل التاجينج، كلنا شايفين مثل فيرجنز اوف بايثونز كذا 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 فيرجن لكل فريم ورك، دائما انتم عندكم مثلا فيرجن الفا فيرجن بيتا، في كذا نوع إذا بدكم في كذا نوع فورما للفيرجنز، في مثلا في ناس بتسمي حسب التاريخ الإصدار آخر أبديت الفيتشر إجمالا، مثلا فيرجن 1.0 هيدي مثلا أنت بس كل بوينت 1 مثلا بوينت 2 بوينت 3 أنت مثلا عم تعمل موديفيكيشن على الفيرجن 1، هيدي هيك مثل شوي اذا شفتوا انتم دائما بتعملوا داونلود باكجز وهيك بيكون دائما الكومبرس فايل بيكون محطوط الامر الفيرجن عليه، فكمان مهم تفهموا قصص الفيرجنينج، لانه يعني بس تشتغلوا كداتا ساينتست او عم تتعاملوا مع كثير باكجز امر من باكج لباكج من فيرجن لفيرجن في قصص بطلوا تستعملوها بيوقف كل البروجكت، فكمان مهم تفهموا قصة كيف تشتغلوا بقلب انفايرمنت، يعني قصص مثل كنا عم نحكي انه دوكر وهيك ليش؟ لانه الجيت بيعمل لك هيستوري لكل شيء موديفيكيشن للكود وهيك، بس ما بيعمل لك يعني ما بيعمل لك اذا بدك تراكنج لكل شيء انستول باكجز وهيك، بس بدكم تشتغلوا على قصص انفايرمنت، كل ما تخلصوا مثلا سكشن كثير كبيره بتعطوها مثل تاج، بتعطوها انه انا هون بدي اتذكر انه هون عملت. ففي نوعين تاج، في التاج اللي هو اللي بدكم اللي بفوت على الداتا بيس تبع جيت وبيتسيف اللي هو اسمه annotated tag، في عندكم شيء اسمه lightweight tag اللي هو شيء كثير internal، وانا في اعمل تاج lightweight بس على الماشين تبعي، بس انا انه عم حط ريمارك لإلي هون انه انا اتذكر هيك بدي اعمل التاج
الانوتيتد هو اذا بتكون الجنرال تاج يعني هو السوفت وير كله هيدي الفيرجن بيتا هيدا شيء جلوبال لكل البروجكت اوكي فيصل في عنا مشكلة سيج نحن صرنا نبلشين الساعة 9 وهلا الساعة 10:30 ايه انا 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 بس بدكم بوقف واذا بدكم يعني انا بعرف صراحة بعدنا بالاول وبعد في كثير قصص نحكي فيها انا فينا نقسمهم على كذا سيشن بس الظاهر هيك ما حتسبق غير هيك ايه ايه انا ما عندي مشكلة انا اوريدي حكيت انا وزينب انا ما عندي مشكلة بقسمهم على كذا سيشن والمرة الجاي إذا بدكم بعلمكم كيف تنزلوا أنتم الدوكر عندكم نشتغل كلنا سوا على نفس الماشين نعمل مثل ريبوزيتري كولابوريشن بصير أنتم تعملوا بوش أنا بول نعمل بدها تكون انتراكتيف انتراكتيف منشان تفوت دغري براسكم إيه أوكي شباب حدا عنده تعليق على هذا الموضوع عم نحكي انه نوقف هلا ونكمل لا اكيد لانه بلشوا الكل يتعبوا فبالاخر ما بقى عم بيفهموا ايه انا 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 لانه انا صراحه مش مبين عندي الكونفرسيشن وعم صار لي ساعه عم جرب فتش على الكونفرسيشن كيف كتب عليها مش لا لا ما حدا عم يكتب هيك ما حدا عم يكتب هيك بس لا انا عادي برتاح انا صراحه في دلني لبكره الصبح بس انا كرمال يكون يعني بياخد وقتي وعادي ايه البعض عندهم الكونسبت انا انا بفضل كل مره نعمل شي ساعه ساعه ونص هيك يتقسم بهالشكل هيدا إيه. اريح ايه انا معنى فيصل فكره انه نعمل دوكر ونشتغل عليه سوا بعتقد مهمه الفكره نعمل إيه. دوكر ونعمل يا حتى هلا صراحه اللي عم تشوفوه هون بوشكم مثل انا الجيت تبعي انه شو فينا هيك انه بساعدكم انا ما عندي مشكله تو ترانسميت ماي نوليدج واخر همي صراحه بهم الكل يستفيد يعني ما عندي شيء انا برايفت لإلي فعلمكم انا اذا بدكم انا اللي عامله هلا فكرت بحالي كسوفت وير السوفت وير دائما بتعمله دوكيومنتيشن فانا كل شيء عامله اوتوميشن يعني انا ما بكتب شيء صراحه وبما انه الواحد بس يتقدم بالكارير دائما عم يزيد الخبره تبعه عم يزيد البروجكت تبعه فمش كل مره هو بده يظبطهم عاملين الاوتوميشن بطريقه حتى عن طريق جيتلاب فينا نعمل يعني هيك اذا بدكم بروجكت كثير كبير ونشتغل كثير حلو يعني نتعلم انا هي صراحه اللي بحكيها على الجروب انه وي هاف تو براكتس والواحد بيعمل براكتس لحاله مش حلو قد ما يكون عم يشتغل مع جروب مزبوط بصير بيزهق ايه وفي بوتنشل يعني ليش بدنا نشتغل هيك كولابوريت كلنا سوا تمام لكن انا برجع بتفق انا وياك على وقت تاني وبنحطه قبل بوقت بالجروب لانه في كتار ناس كانوا حابين انه ما نسقوا وقتهم انه يفوتوا اليوم مش مشكله مش مشكله انا ما عندي مشكله انا اوبن صراحه وبما انه دائما يعني شغلي كله بالبيت ف بنحكي اذا بدكم ننظم سيشن واذا مش ضروري انا دائما اعمل شيء اذا حدا بده يعمل برزنتيشن هو عنده توبيك قوي يعني فيه او هيك انه مثلا ماشي المفروض ايه هي المفروض سلسله سيشنز فيصل هلا انا إيه اول شيء معك بس نخلص إيه. معك بالاول اوكي مش عم نكمل معك يمكن بموضوع ثاني موضوع ثاني بالضبط بيكون معك بالتعريف اوكي نو بروبلم انا اوبن لكل شيء طيب الفكرة بالسيسيون اللي بعد هيدي لازم يكون قريبة بحس إنه ما بتأخر فيها السيسيون هي السيسيون اللي بعد هيدي إذا بدكم نحكي شوي عن البرانشينج في قصص يمكن أنا أفايتها لأنه ما معنا كتير وقت وعن جد كتير ديتيلز نحكى فيهم هلا ما بعرف كل واحد قد إيه بهمه يتعمق بهالمواضيع فبصير بدي أفصلهم للمواضيع الشيء اللي كتير أدفانسد بده نحكي فيه بنحكي فيه بتعرف لازم بحس الموضوع شيء كثير مهم نبلش ليفلز اول شيء بيجنر يعني بينك وبين نفسك تعرف انه اذا حدا بده يبلش بس كبيجنر بعدين انترميديت ادفانس اذا حدا يعني هلا عنده مشكله هو بالجيت عنده ما عم بيقدر فيش يعني يستعمل هيك يحكيني برايفت وانا بساعده ليه وقت دائما ساعد يعني ما عنده مشكله اوكي جعفر عم يسال انه فينا بهالويكند نعمل سيشن ثاني خليني بس اشوف اذا في اصحاب الشارج بدك تنزل تحط الماوس تحت على الاخير اي اوكي مشان هون فينا بهالويكند مفروض ايه انه نحكي انا نحكي ما انا مفروض انه نقدر انا مع فكره انه بكره بنفس الوقت
اوكي اوكي لا الفكره انه هذا الجيت فكره كثير مهمه واي شخص موجود معنا هلا لازم ضروري يفكر جيت بتطلع كنت عم تفكر يفكر جيت هلا انا بصراحه لا بفضل وقت بيناتهم لحتى نقدر نرجع نشوف هيدا الفيديو نبعته للباقيين ويشوفوه ليقدروا يتابعوا معنا يعني من هلا لبكره ما بعتقد انه في ناس رح يلحقوا انه يشوفوا هيدا الفيديو مثل بس انا صراحه انا في اعمل ريكابيتولاتيف يعني المره الجاي و لانه بس نشتغل انا كان بدي من اول اعملكم انه انا زيدكم على ديبوزيتي ونشتغل سوا بس لضيق الوقت ما يعني صراحة يعني هو الكونفرنسات الانفورماتيك منهم ساعتين يعني ف... فأنه أنا ما عندي مشكلة بدنا نعطي كمان وقت للعالم اللي ما قدرت تشوف تكون معنا اليوم تقدر تحضر الفيديو لتكون معنا المرة الجاي زينب واخر ريكوردي واخر ريكوردي بليز أوكي أوكي بون صراحة السكيل